خطلت دموع العين كالأمزان من كل إنسان بلا حسبان. ماذا جرى يا ناس؟ فاصطدم السؤال بما اهتزت لو الثقلان. ماذا جرى؟ كانت إجابتهم بأن مات الفقيه محمد العمراني، مات المحدث شيخنا وإمامنا مفتي الديار بموطن الإيمان، مات المجاهد حبرنا وفقيهنا قاضي القضاة العالم الرباني، مات المجدد دين أمة أحمد في عصرنا الحالي بلا نكران. مات ابن شوكان الصغير سمي، بل إنه في رتبة الشوكان. مات الذي ملأ البلاد بعلمه وبفضله لم يختلف رجلان. مات الذي عاش الحياة مدافعا عن سنة الهادي عن القرآن. مات الذي عاش الحياة لدينه يحميه من دور ومن بهتان، قد عاش فيها عابدا متواضعا حر الإقامة زاهدا بالفان. ما كان حزبي يبيع لدينه أو يشتريه بأبخس الأثمان. ما كان للفتن التي حلت بنا يوما فتيلا أو له ميلان. لم يخش في الرحمن لومة لائم، ما كان خدام لذي السلطان. هطلت الدموع وعم أرضي كلها في موته سرب من الأحزان. كل الأناس صغيرهم وكبيرهم طلبوا له الرحمات والغفران. فلجنة الفردوس مثواه وتحت ظلال المالك الرحمن. حزنت لموت الشيخ كل جماعة قد أسلمت للخالق الديان. فرحت بموت الشيخ كل عصابة أو جاهل متعاطب لفلان. ما للحياة لذائذ ومعاني إذ غاب عنا شيخنا العمراني. مرثية نظمتها وكتبتها ما كان من جهدي وفي إمكاني. والختم صلى الله ربي دائما على النبي المصطفى العدناني وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.